اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إلى طيبة وما في الكون بقعة مثل طيبة بها قلبي طيب. إلى الشباك والمحراب والروض الرحيبة ومسجدها الرحيم منازل أنزل القرآن فيها بروح القدس جبريل. يا عود الحي اثبت له العودة بها قلبي طيب. ووقفة يا لها والله من وقفة مهيبة لدى الله المهيب. قلوب الناس من خلاقها فيها قريبة وهو منها قريب. عليها تاج من الآثار عفوه ومن رحمته إكليل. يا عود الحي اللي كتبت له العودة وتيسير السبيل. هنا تتنزل الرحمات كل له نصيبه وهو عسى حسن النصيب. هنا يرتاح عرف المصطفى وانشم طيبه ويا محسنه طيب. هنا نور السماء تنطفي فيه أنوار القناديل. يا عود الحي اللي كتبت له العودة وتيسير السبيل. تشفع يا رسول الله في دفع المصيبة عسى المخطي يصيب وتتحرر من الأعداء فلسطين السليبة وكل موطن سليب وتتلاقى قلوب الناس على الحق لا على القال والقيل. يعود الحي اللي كتبت له العودة وتيسير السبيل.